كقطاعات دولة كمجتمع مدني من أجل تقييم ما تم إنجازه في مجال الطفولة ومن أجل التحدث على الرهانات والبرامج المستقبلية دائما الجزائر كانت دائما في مجال الطفولة سباقة في الانضمام والمصادقة على كل الاتفاقيات اللي تهم الطفولة، وكنا من أوائل الدول اللي صادقت على هذه الاتفاقية، وبالضبط كان في 19 ديسمبر 1992. اليوم هذا اللقاء راح يكون يعني كل قطاع راح يتكلم على ما تم إنجازه من قطاع من قبل قطاعه، وراح تكون يعني عمل تنسيقي كما تعودنا على لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية. أكيد راح تكون فيه متابعة، راح يكون فيه برنامج راح يحدد أيضا اليوم إن شاء الله راح نوضعه ونبدأ في وضع برنامج لجنة التنسيق الدائمة لسنة 2021.